ثلاث مفاجآت جديدة أعلن عنها ولي العهد السعودي في أحدث لقاء له على التلفزيون. للمرة الأولى منذ فترة يحل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضيفا على وسائل الإعلام، حيث ظهر في مقابلة تلفزيونية على التلفزيون الرسمي السعودي. وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مفاجآت عدة، حيث أعلن عن أن المملكة تخطط لبيع حصص جديدة في شركة أرامكو النفطية العملاقة للمستثمرين الدوليين خلال عام أو عامين. وقال ولي العهد السعودي إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، مشيرا إلى أن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط وهذا القطاع يواجه تحديات. وشدد ولي العهد السعودي على أن هناك فرصا ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي، موضحا أن المملكة تريد الاستفادة من كل شيء على أراضيها بما في ذلك النفط. ولفت بن سلمان إلى أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا، وذكر في هذا السياق أن السعودية تخطط لبيع حصص جديدة من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين. وبيّن بن سلمان أن السعودية تجري حاليا مناقشات بشأن بيع 1% من أسهم أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب. والمفاجأة الثانية لولي العهد السعودي جاءت ردا على بعض الأنباء المتداولة بشأن فرض ضرائب جديدة في المملكة، حيث أكد أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وهي قرار مؤقت، وأضاف أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030. والمفاجأة الثالثة كانت اعترافا من ولي العهد بوجود بعض القصور في الرؤية السياسية وأنه يعمل على إصلاح ذلك القصور، مشيرا إلى أن عدم وجود مركز للدولة كان من أكبر التحديات التي كانت تواجهها المملكة عام 2015. وقال ولي العهد السعودي إنه تم اتخاذ خطوات حيوية منذ ذلك الحين لتفادي فترة عدم وجود مركز للدولة، والتي كانت تعد من أكبر التحديات التي واجهتها المملكة في 2015. وأضاف ولي العهد السعودي أن الحكومة اتخذت خطوات حيوية في 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة. وأشار بن سلمان إلى أن سلطات البلاد على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في الدولة.